يا جماعة سمعونا الفاتحة على نية التوفيق وصفاء القلوب بيناتكم. بس لسه يا شيخنا ما حكينا شيء يصفي القلوب. الفاتحة لتسهل الأمور بيناتكم يا أبو حمدي. قولوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا مختار. يا جماعة نحن مجتمعين هون لحتى نحل المشكلة بين عائلة البكواتي وعائلة الصواف، والحمد لله الاثنين بدهم نص الحق. الحمد لله، طالما رايدين الصلح هذا اللي بدنا اياه. وكمان ما بدنا نسمع حدا عم يعاتب حدا، لأنه الدفتر انطويت صفحاته ويلي فات مات. بس مو قبل ما نسمع منه هل اتفقنا عليه يقوله قدام الرجال مختار؟ أبو عطا جاي ليقول طلبك، وانت كمان يا أبو جابر بدك تقول مثله. خلينا نسمع منه مختار. أبو عطا احكي اللي بدك تحكي لأبو جابر قدام كل الرجال. يا رجال أنا غلطت وتسرعت، غلطت بحق بيت البكواتي. بس يلي صار، اللي صار ليلتها أنا الحقيقة ما قدرت الظرف اللي كانوا فيه. شو يا أبو جابر؟ يا رجال أنتوا الكل شاهدين على كلامه، ولحتى أقول مثل ما قال وتصفى القلوب بيناتنا عليه نفذ طلب واحد مني وأخير، وأنا بوعدكم من بكرة حيصير العرس، وأنا بذات نفسي رح جيب بنتي لبيت الصواف، وها هي مسكت شوارب عليها. وشو هو طلبك يا أبو جابر؟ شو مثل مالك شايف مختار؟ عرض يرضك أبو جابر. طوي بالك، طوي بالك يا أبو أشرف. نحن ما هيك اتفقنا يا أبو جابر. هذا ما دخله بالاتفاق يا أبو جوزيف، هالشغلة كان لازم يساويها من زمان. نحن اجينا لنصفي القلوب ونزيد البغض فيها. هذا شرطي الأخير. هات شو عندك أبو عطا. يا رجال بدي أقول كلمة يسمعها الكل مني قبل ما أروح من هون. قول أبو عطا قول. اللي الله معلي رايته ما حدا بيوطيها، واللي بيعرف قدر الناس بيحفظ قدره، واللي بده يبهدل أولاد العالم والناس بيبهدل حاله. لك يا باطل يا رسول الله، واللي رفع السماء بسد الأرض لو ما بدهم يقولوا مثل الصواف على ابوها مذبحه لقطعوا له ايده من شرشها. وليش ما صالح ولك ابني؟ يا امي ابو جابر بده اخي يمرق من تحت باطه. ابني يمرق من تحت باطه لك ما فشلت عينه. انا عم رد له التقليع اللي قلعني اياها قدام كل اهل الحاره مختار. بس نحن جايين لحتى نشوف شو اللي صار معكم يا ابو جابر. اللي سواه معي ما حدا بينساه مختار. مو انا اللي بتقلع قدام كل اهل الحاره وهيك بنتسب شربت مي. شو الشغلة شو ربا؟ بس كمان اللي ساويته هلا قدامنا كان كبير كتير بحق أبو عطا، وما حدا منا بيقبل على حاله. هذا هو مقامه قدامنا، مقامه مقام كل مين بشد على إيده. يعني أنا معه كمان يا أبو حمدي؟ مثل ما بدك حسب أبو جوزيف. ماشي يا أبو حمدي، بس اللي صار مو حلو بحقنا. ماشي يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خليكم شاهدين على أبو حمدي، وهذا اللي صار ما راح يمر معي على خير. روق يا ابو جوزيف روق. منين بده يجي الرواء؟ شو نحن اولاد ولا نسوان؟ شو رايك ابو نادر؟ ما عجبني مختار. كلام مين يلي ما عجبك؟ كلام ابو جابر وابو عطا مختار. شو رايك سيدنا؟ ابو جابر اخطا لما رفع ايده، وابو عطا فات فوتي هو ماله قد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما
زعلانة يامو لأنه ما تصالحوا مو هيك؟ أنا زعلانة على أختك يامو. لك الله يعدمني إياهم لهالتنتين، الله يعدمني إياهم، ما بيجي من وراهم غير وجع الراس. هلا لا تقولي لي أبوكي الحق عليه، هي أبوكي راح يصالحه لأبو عطا وأبو عطا سبه قدام كل رجال الحارة. ليش هيك ساوي ليش؟ الله أعلم، بلكي عمك طقوا عقلاته. الله يسامحك يا عمي أبو عطا، الله يسامحك. أنا شو عملت لك الخير؟ أنا بعرف اللي ساويته كتير كبير، لو مشكلتي مثل مشكلتك كنت برضى أقول أني غلطان بس كرمال الأولاد يتجوزوا وينستروا مع بعضهم. أنت بس اللي بتعرف قصدي من هالشغلة، باقي الرجال اعتبروها زل واعتراف بغلطي لأبو جابر. طيب أبو أشرف شو حكى؟ ما نو عاجبه كل شي عملته وما كان بده ياني صالح أبو جابر ولا أقول أني أنا غلطان. معناتها المشكلة كل ما عم تكبر. أنا المحقوق. بشو أنت محقوق؟ لك 20 سنة وراسي مرتاح من بيت البكوات، لا بحاكيهم ولا بيحاكوني. شو اللي خلاني صالحهم؟ شو؟ لا وفوق طب الكيل وافقت ناسبهم ويناسبوني. أنت ابن أصل يا أبو عطا، والله ما بتضيمك بين الناس. يا عمي أهلين وسهلين بعمي أبو جوزيف. أهلين بسيتي وحالك. لا تزعل عمي، الدنيا فيها اشكال الوان، ما حدا بياخذ منها غير الله كاتب له اياها. انت ما بتعرفني يا عمي ابو جوزيف، انا مصبوط لسه بدي بنت البكواتي، بس لما القصه بتوصل لكرامه ابي بنات الدنيا كلياتها ما بيسوا ضفره. ربي يحمي شبابك يا ابني. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك ويخليك فوق راسنا يا ابي. تفضل. هيك لكان. ايه بس لو ما اخذني غدر كنت ارجيته يبدل هالصرصور. ماشي عمتي ماشي، سكر على البدلة اللي عمل لك اياها الدبور، لانه اذا دري ابوك رح ينقرس منك كتير. يا عمتي بس هذا الدبور لازم يعرف حدوده. سد حلاك انت التاني، فكر بعقلك شلون بدك ترد له اياها وقت اللي بيجي وقتها. حمدي شو بك صافي نصفني؟ سرحان ببنت عمو وفية. الحمد لله اللي عاجبتك، هي مسواقي لكن. شو كنت عم تحكي؟ عطلي حمش واخذت لك اعلك من حق وحقي. منو هاي؟ وفية خانم. مين يعني؟ انت سدي بوزك قومي اعملي لي كاسة شاي يلا. ايه قومي شاي كاسة شاي يلا. ايه شو بنا؟ لا تظهر بعيني يا اخي ابو عطا، اللي صار معك اليوم مو لايق فيك بنوب. الله وقعنا مع البكواتي الامثال. شو بك بن عمي؟ مو على بعضك؟ ما في شيء ما في شيء. مشغول بالك لانه ما تمت الصلحه مع بيت البكواتي مو هيك؟ اي والله مشغول بالي. يو انت كمان الا تحملها زيادة، اصلا الغلط كلياته كان من اخوك ابو عطا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بدي اعرف شو صار حكي امبارح عند المختار بين ابي وابو عطا. خلص سيد جابر شغله راحت ومضت على خير. لا ما راحت ابو خليل، ابي رجع من عند المختار طالع خلقه من ابو عطا. ليش؟ يعني ابو خليل شو بنا؟ احكي. ما اجى ابو عقله وجاب الصوفات يا ابي؟ لا والله يا ابي هذا لسه ما اجى. ليك كانوا من امبارح لازم يجيبون، مو هيك اخي؟ بلا اخي، من امبارح كان لازم يجيبون. هي هي عادته يا بي، هذا ابو عقلة اذا ما تاخر يومين ثلاثة بالصوفات ما بصير اسمه ابو عقلة. ماشي، خير ان شاء الله خير. بس انا اللي ما عم بفوت باهلي، معقولة عدنان اللي ما بيطلع حسه يعمل هيك ويطلع عن شور ابوه؟ يا سيدي، لا تجور على الجبان، بيتعلم المرجل لحاله.
بس انا في شيء محيرني. خير شو هو؟ انه حريمي تنقتل وابو فخري نايم على القصة. عمي هاي السالفة ما حدا بيحركها غير انت وابي. اي والله عم يحكي صح، لانه هاي المخلوقة دمها برقبتك بده يسكت. كراكون يلا. حاضر سيدي. قريب امشي انت وياه. بمشي لحالي بعد. لسه ما خلصت قتلتكم. لا يا عيال كل واحد ابي واقف انت حتى امشي اخري خلينا نحل المشكلة هون. لا تتدخل بشغلي يا مختار. اسمعوا لي منيح. ما حدا يلحقني على الكراكون بنوب. ها بنوب غير اللي بطلبه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايه شو على كيفه؟ بدي اعرف شو صار. طول بالك انا ما راح ارد عليه هلا بروح لعنده. بس انا يلي بدي افهمه شو صار معكم لحتى تعلقتوا بالاسلوب هذا. هلا بس ارجع بقول لك شو صار. توكل على الله.